أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أصدقائي، طبعا حلقتنا اليوم راح تكون عن الوحي والنبوة مع أخونا وحبيبنا الأستاذ فؤاد الصباغ. بالبداية بس خلينا نرحب فيه وأرجع لكم. أهلا وسهلا فيك حبيبنا فؤاد. تحية لك أخ جان ولكافة المشاهدين والمشاهدات بهالحلقة الجديدة بعنوان الوحي والنبوة. أشكرك حبيبي، أشكرك أصدقائي. أحب أنوه إنه في إذا حد الأصدقاء يدخلوا على صفحتي بالفيسبوك في حملة لإحصاء أعداد الملحدين، وطبعاً محطوطة كمان حتى في جريدة بوابة نيوز كمان. يعني أشكر صديقنا أحمد الجدي الصحفي اللي وضع الخبر هذا في بوابة نيوز، ويعني أتمنى من الأصدقاء أنه يدخلوا حتى بالموقع تبع مشاركة الإحصائيات ويدلوا بصوتهم حتى نعرف الإحصائيات الحقيقية لأخوتنا الملحدين. طيب أخوي فؤاد، اليوم حلقتنا هي عن الوحي والنبوة، و يعني يا ريت تحكي لنا شوي هيك بمجمل الموضوع. طبعا موضوع الوحي والنبوة بخص الموضوع الجانب الديني، يعني لا شك بأن كل إنسان عندما يقرأ هذه الكلمتين الوحي والنبوة فلا شك في أن لها علاقة بموضوع الدين، الديانات بشكل عام. وكما هو معروف بأن الديانات في العالم تؤمن بوجود الله وفي حياة ثانية ما بعد الموت. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن معنى الوحي الذي له علاقة بالدين والإله والنبوة، أي هؤلاء الأنبياء الذين ادعوا بأنهم رأوا الله وحاكهم الله أو ظهر لهم. فهل يا ترى هذا الكلام هو صحيح أم لا؟ مجرد تساؤلات أو مجرد خدعة للبشرية أم مجرد طريقة ما لإثبات رأي يؤمنون به؟ وهل هذا الكلام يطابق العلم أم لا؟ يعني هناك مجموعة من الأسئلة سنطرحها، وأود كذلك من المؤمنين أن يبادروا في التعليق على كلامي، لأن بكوني ملحد سوف أستند إلى قوانين العلم وأظهر بطلان هذا التفكير الذي سائد في المفهوم الديني. طيب أشكرك تفضل أخ جان. أشكرك جزيل الفضل. خلينا نبدأ، شو معنى الوحي؟ شو هو الوحي؟ الوحي، كلمة الوحي، ما معنى كلمة الوحي بالعربية؟ الوحي بأنه عندما يأتي إلى مخيلة الإنسان أو في تفكيره مجموعة من الأفكار أو الآراء أو التصورات لظاهرة معينة أو لعمل ما. هذا العمل قد يكون، أو الفكرة التي تأتي قد تكون فكرة صورية أو شكلية أو تكون للبحث عن مشروع عمل ما أو كذا. فإذا هذا يوحي في المخ البشري، في العقل البشري. وكما هو معروف بأن الإنسان عندما موجود في محيط معين يفكر بالنسبة للمحيط الذي فيه، يعني عندما يكون في بيئة صحراوية ويفكر في المحيط الصحراوي، عندما يكون في بيئة حضرية فيها مثلا قصور وقلاع يفكر ضمن القصور والقلاع. إذن الإيحاء يعتمد على المحيط الذي يعيش فيه. هذه هي النقطة الأولى في الوحي، أي الفكرة التي تأتي في مخيلة أو في دماغ الإنسان لتحقيق فكرة معينة أو مشروع معين أو برنامج معين. هذا هو معنى الوحي. تفضل أخ جان. خلينا نروح على معنى النبوة. شو هي النبوة؟ النبوة حسب هو التعبير باللغة العربية هو بأن إنسان ما على الأرض، من المفروض أن يكون إنسان كيف تلقى معلومات من شيء عالم خفي ما ورائي أو يفوق قدرة العقل البشري والعالم الوجودي. لأن هذا الإنسان مثلا النبي موسى أو المسيح أو النبي محمد أو بقية الأنبياء، كما ذكرت يوجد 4000 دين في العالم، بأنهم أخذوا معلومات أو كلام من كينونة أو وجود شيء من خارج العقل البشري أو الوجود المادي الذي نعيش فيه. إذن فهذا يطلق عليه نبي، لأنه أتته أفكار وآراء أو كلمات كلها من عالم ما ورائي، كما تدعي الديانات بأنه هو الإله أو الله. إذن لها علاقة جدلية بين الوحي والنبوة، على ما أعتقد الفكرة واضحة الآن. أكيد أكيد. طيب خلينا نشوف الأنبياء ومحاكاتهم لله
يعني هل هو حقيقة؟ هل هو واقع؟ هل هو اعتقاد، وهم، خيال؟ يعني اليوم مثلا نحن نعرف لما كل الأنبياء، هل يسموهم أنبياء، يقولون أنه في لي صلة بيني وبين الله، هل مثلا يعني يا أخوي فؤاد أنه النبي هذا يدعي، ولا هو في تخيلات حقيقية في رأسه، يعني مثلا في شيء حقيقي برأسه أنه عم بيتواصل مع كائن غريب أو كائن خارجي، ولا هو ادعاء فقط بدون أي دليل حتى في دماغه الوهمي؟ يعني خلينا نقول تفضل. طبعا الانبياء، سوف اركز على الديانات الابراهيميه الثلاث لانها نشات في منطقه الشرق الاوسط، لكن هذا الكلام ينطبق على كافه الديانات في العالم. لكن نحن سنكتفي بالديانات الثلاث الابراهيميه، اليهوديه والمسيحيه والاسلام، وخاصه نحن نتحدث بالعربيه ونوجه الكلام للناطقين باللغه العربيه. طبعا هناك كما نعرف بان هناك 15 مليون يهودي يؤمنون بأن النبي موسى كلمه الله أو الإله في جبل حوري في سيناء. هؤلاء المؤمنين مهندسين وأطباء، وقد يكون حتى علماء، يعني ليس كلهم بسطاء. المسيحية تؤمن بعددهم 2 مليار إنسان يؤمنون بأن الله حكى تكلم المسيح في جبل الزيتون بالقرب من القدس، ويوجد 1.5 مليار مسلم يؤمنون بأن الله حكى للنبي محمد في جبل حراء بالقرب من القدس. نحن كما نعرف وذكرت بأن العدد لا يدل على صحة الشيء. لكي نثبت شيء صحيحة، شيء أن يكون صحيح، يجب أن تكون هناك تجارب مخبرية وبراهين واضحة للعيان لكي نتأكد من أن هذا الشيء صحيح أم لا، أو يبقى مجال افتراضي. لكن وبالرغم من ذلك، فإن هذا العدد الهائل من البشر الذين يؤمنون بأن الله حكى النبي موسى والمسيح ومحمد على صعيد الديانات الثلاث الإبراهيمية، يضع مجال يعني للتساؤل. هل يا ترى هذا الكلام هو مجرد خدعة؟ هل هو صحيح؟ هل فعلا حصل هذا الاتصال، هذا الإله في ذلك الوقت بالذات وبعده لم يظهر للبشرية؟ يعني يبقى الإنسان يتساءل أن هؤلاء البشر كلهم يؤمنون، يا ترى قد يكون هذا صحيح، ربما حصل ربما لم يحصل. يعني نحن يجب أن نصل إلى نقطة واحدة، هل حصل فعلا أم لا؟ لاحظ يعني هنا، كيف سنصل هذه الإجابة على هذه الأسئلة؟ فسيبدأ بالشرح، سأبدأ بالشرح رويدا رويدا، وأقارنه مع العلوم ونضع المقارنات، ويبقى للمشاهدين أن يتخذوا القرار هل هو صحيح أم لا، أم هم خدعة من هؤلاء الناس. لاحظ كيف؟ فإذا نحن هنا سوف نتساءل. نبدأ بالديانة اليهودية كما ذكرت سابقا. شو رأيك بس عندي سؤال قبل ما تروح على الديانة اليهودية ونحكي بهالموضوع، بس حط ملاحظة في سؤال عندي، انه خلينا ناخذ مثال الصحراء العربية وأيام مكة والمدينة ونبوة محمد، يعني هو ما كان النبي الوحيد المدعي النبوة الوحيد أيام أي من 1400 سنة، يعني في كان أنبياء مثله كثيرين، ولكن هو المنتصر في النهاية، وديانته هي اللي سادت بالنهاية. يعني في 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 ذاك الزمن أخوي فؤاد، يعني كل نبي كان عنده، حتى مسيلمة كان عنده أتباع أكثر من أتباع محمد. برأيك هذاك الوقت الناس ليش كانت تصدق هالأنبياء؟ يعني مع أنه كان مثلا بالصحراء العربية أكثر من، يعني انا ما بعرف اعدادهم بالضبط، ولكن يقال اكثر بالمئات او العشرات او وات ايفر، يعني لماذا الناس كانوا يصدقون هالناس هي؟ يعني هو يعني انا برايي بشوف، لاحظ القسم الاكبر من البشر في جميع انحاء العالم وفي كل زمان ومكان، القسم الاكبر من الناس تفكيرهم دون الوسط. لاحظ كيف هناك تاتي نسبه الاذكياء والعباقره عددهم محدود جدا، هذا معروف يعني عالميا. فلذلك هذه إحدى الأسباب نرى بأن نسبة المؤمنين أكثر من الملحدين. لاحظ نحن لا توجد مقارنة دقيقة، لكن يصل نسبة الملحدين 20% في العالم، بينما 80% ملحدين مؤمنين عفوا. لاحظ لأن القسم الأكبر من الناس ذات محدود التفكير، فلذلك العامل الديني والإيماني يطغى بشكل عام أكثر. وفي نفس الوقت عندما يتواجد
500 عام او 2000 عام كانت معرفة البشر بالنسبة لكروية الأرض والنجوم كلها شغلات افتراضية، فلذلك كان كل شيء يرد إلى منشأ غيبي مطلق. وحتى اليوم إن كان في الغرب أو في الشرق، عندما نرى في أي قرية ينتشر فيه الجهل نرى بأن الدين له تأثير قوي والأمور تفسر بشكل غيبي، يعني ظاهرة القوس قزح يرد إلى شيء غيبي أو يقولون بأنه الجن وهكذا. يعني حتى يومنا هذا رغم أنه قوس قزح ظاهر القوس قزح معروفة شو هبه، يعني تفسير العلمي ظاهر لاحظ. فلذلك بسبب طغيان جانب التفسير الغيبي دفع الكثير من الناس أن يثيرون حول التيار الغيبي أو التيار الماورائي وتفسير الأمور كمنشأ غيبي. فلذلك كان طاغي بالرغم أن الملحدين كانوا موجودين في زمان الفراعنة وفي سوريا القديمة وفي جزيرة العرب بالذات، بس كما ذكرت هناك أبو مسيلمة وهناك النبي محمد وهناك كثير من الذين طرحوا فلسفات متعددة لهم كلهم كانوا مؤمنون. كان الإيمان طاغي، يوجد ملحدين لكن باعتبار طاغي الجانب الديني هو سببه هو الجهل وعدم فهم للأمور التي تحصل في الفلك وفي الفضاء وفي الطبيعة. تفضل أفجان. أشكرك أخويا فؤاد. طبعا بس أحب أنوه أنبه أصدقائي الحبايبنا الحلوين انه بس لو تقدروا توزعوا رابط الحلقة، انا بصراحة ما صار عندي وقت اوزعها، كان عندي حلقة مع نبينا سامي الدين بخصوص السبعة ولحتى رحنا وجينا فما قدرت اوزع رابط الحلقة، اتمنى من اصدقائي انه يقدروا يساعدونا. تفضل اخي كمل في النقطة اللي وقفت عندها وانا اسف للمقاطعة. اوكي اي، فنعود نحن كما هو معروف ذكرنا يعني ان النبي موسى كان في صحراء سيناء وصعد إلى جبل حوريب وهناك كلمه الله. لاحظ، فهل يا ترى كلمه الله فعلا؟ هل هو الله موجود؟ يوجد 15 مليون يهودي يؤمنون به، يكون فلاسفة قد يكون أطباء، يعني ليسوا كلهم ناس بسطاء. المهم نحن هنا سنطرح بعض التفاسير والتفسير الديني بالاستناد إلى المصادر اليهودية ونقارنهم مع العلم. حسب ما تقول الديانة بأن عندما صعد إلى الجبل هناك توجد العليقة وهي نبتة التي تدخن ولا تحترق، وهناك ظهر الله وحدثه وعطاه وصايا الله العشر. وصايا الله العشر المعروفة حتى في المسيحية أنا هو الرب إلهك لا يكون لك إله غيري، لا تحلف اسم الله بالباطل، اكرم أباك وأمك، لا تزني، لا تقتل. هذه صفات معروفة بأن أن تكون جيدا لتكسب الحياة الثانية أي الجنة. وهناك كثير من الأفلام عرضت تعطي صورة طبيعية قوية بالضبط كما كتب في التوراة أو في العهد القديم. ففي أحد الأفلام التي شاهدتها يبدو أن النبي موسى هو رجل مسن كبير في العمر ويقف في جبل حوريب وسرعان ما تأتي قوة بيضاء قوية، عارف كيف، وتنطق باللغة العبرية أنا هو الرب إلهك لا يكون لك إله غيري، وتكتب باللغة العبرية على الألواح الموجودة رويدا وتنتهي. عندما تنتهي هذه الغيمة القوية البيضاء، لاحظ اللون أبيض، ويشوف المقياس للتفسير المادي، هذا استنادا للمصادر اليهودية، أنا أتحدث بالاستناد إلى المصدر الديني لكي لا يكون أي تحريف أو تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. هذا ما تقوله المصادر اليهودية والأفلام تمت على وثق استنادا للتوراة أو العهد القديم. هذه الغيمة السوداء أول تختفي، وفي هذه اللحظة موسى وضع يده على عينيه لأن قوة الله قوية قد تكون تقضي عليه أو تحوله إلى حجر وبعدها يتحول إلى إنسان أو يتحول إلى أفعى، المهم يعني، واختفى هناك ويرى أن وصايا الله كتبت بالعبري. إذن الكتابة تمت بقوة الإله، لاحظ التفسير الديني للوضع. هلا نحن إذا أخذنا بالمفهوم العلمي وبعدين بعدها نزل وقال لشعبه هذه وصايا الله. المهم نحن هنا كما يقولون بأن قوة الإله يعرف كل شيء، نحن ذأته ونبدأ بالتحليل العلمي أو المنطقي. أولا قوة الله تأتي بغيمة بيضاء شيء مادي. ثانيا يتم نقش وصايا الله على الصخر، إذن هناك قوة مادية أو يعني قد تكون الدخان أو كذا، أو كما يقول مثلا هناك في مواد مشعة بإمكان أن تؤثر على الصخر تحويله وكتابتها يعني أو في لاحظ، بس هنا دخان من الهواء يأتي ويتم الاحتكاك وكتابته، يعني لاحظ نحن هنا دخلنا
العامل الروحي ارتبط مع العامل المادي. أولا الله هو دخان أبيض، ثانيا الألواح موجودة وتكتب ككتابة يعني كيف أناس، لاحظ يعني ليس هو الشيء روحي يأتي ويقول للإله أو للنبي موسى من الإله للنبي موسى وبعدها النبي موسى بدأ بكتابته، لاحظ. إذن هنا يعني حصل اختلاط بين المفهوم الديني الذي يقول أو الفلسفة المثالية التي تقول بأن الله هو عبارة عن روح قوة مطلقة لا ترى لا من قريب ولا من بعيد، لا لون ولا غضر. هذا هو ما يقوله الفلاسفة المؤمنون يعني بشكل عام، الذين هم أعمق من التفسير الديني، وبين نظرية الديانة اليهودية التي يؤمن بها الناس بأن الله أتى وأعطاه هذه الوصايا، لاحظ تفسير مادي، لاحظ هذه النقطة دليل نقطة الضعف. ننتقل في نفس الوقت على الديانة المسيحية. الديانة المسيحية تقول بأن المسيح كان على جبل الزيتون كلمه الله، يعرف كيف؟ كلمه الله مجرد محاكاة كلام، لا يكتب على شيء، حتى الإنجيل لا يكتبه المسيح، وإنما كتبوه الحواريين أو الرسل فيما بعد. هنا النقطة اختلفت عن التفسير الدين لليهودية عن الوصايا الله، هناك تفسير مادي أكثر، بينما هنا كلام مجرد كلام أجا وكلمه. فهنا أتت أكثر روحانية، لا توجد كلام كذا، إذن هذا الروح الذي لا نراه ولا لون ولا طول ولا عرض أجا كلم المسيح، صوت أتى من السماء أو من الأعلى إلى حد ما عقلانية، بس لكن سوف نعلق ونبطل هذا الكلام فيما بعد. ننتقل إلى جزيرة العرب المسيحية أو عفوا الإسلامية، بأنه كان النبي محمد يذهب إلى جبل حراء ويتأمل في هذا الكون وكذا، وعندما بلغ سن 40 أتاه الوحي. فماذا تقول الديانات؟ طبعا هناك تفسيرين مختلفين، لاحظ أن عدة التفاسير للدين دليل على أنه فلسفة أرضية ما ظهر عقل البشري. بعض المصادر الإسلامية تقول بأن الله كلم النبي محمد مباشرة، البعض يقولون عن طريق ملاك جبرائيل، يعني في حاجز، لاحظ يعني بأن الله هو كلي القدرة والقداسة، إذن لا يتنازل ويأتي يعني. إذن نحن هنا يعني عندما قال، عندما وصل في سن 40 أتاه الوحي فقال له اقرأ، قال له أنا لست بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي علم الإنسان ما لا يعلم، لاحظ كيف. وسرعان ما نزل من الجبل وأتى زوجته والتقى مع زوجته خديجة، وله عدة نساء لم أتذكر بس على ما أعتقد زوجته خديجة، وقال لها خائفا يقول لها بأن الله كلمني وقال لي اقرأ، فقلت له أنا لست بقارئ لأن النبي محمد هو أمي، اقرأ. فهنا بدأت الدعوة، لاحظ أوكي. هلا هذا النبي محمد يقول، قد يكون كلامه خدع للبشرية، كلام غير موجود لا يأتيه النبي، أو رآه فعلا وتحدث معه، رآه قده يمكن، هل الله له عيون رآه؟ نحن نتجاوز هذا المفهوم، عندما رأى الإنسان يرى بواسط عينيه، لا يرى بواسط أيديه أو قدميه، لكن نحن نفرض بأن هذا الإله رآه بمعنى مجازي يعني باللغة، بأنه تحدث معه صوت مناديا من السماء كما تقول، ومليار ونصف مليون إنسان يؤمنون بهذا الكلام. أجل هلا هنا نحن وضعنا هذه الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، وأتباعهم بالملايين يؤمنون بهذه الحادثة. نحن كيف سنثبت هذا الكلام صحيح أم لا؟ لاحظ كيف؟ هذا سؤال يسأله كل إنسان يعني. طيب صحيح أن نحن نعرف يعني. تفضل. هل ممكن ناخذ أخوي فؤاد، ممكن ناخذ قوانين العلم ومنشأ الصوت والأشياء هاي ونحاكيها أو نطبقها، نعمل تجربة مثلا بما يدعون الأنبياء هذول؟ صح، سوف أتحدث لاحقا رويدا رويدا. هذا هو التفسير الديني وكيف تؤمن البشرية بهذا الكلام، وسوف أتكلم فيما بعد عن العلم وقوانين العلم ومنشأ الصوت وعلاقة الأصوات وأنواع الأصوات، ونبدأ بالمقارنة مع المفهوم الديني لكي نصل إلى نتيجة هل هو صحيح أم لا. نحن هنا نقول بأن هؤلاء ادعوا بأن الله كلمهم، كيف؟ أوكي.
نحن عندما نقول بأن الله كلمهم نريد براهين واضحة. لا رجال الدين المفسرين والأنبياء بأن الكلام الله لا يظهر لأي إنسان، يظهر لأناس أتقياء جدا ويمثلون ذكاء جيد، حتى الله منحهم لكي إيصال الرسالة لهم. أوكي كان بها، ظهر لمحمد، ظهر المسيح، أوكي كان بها. نحن لحد هذه النقطة تبقى أمور افتراضية، لا يوجد برهان بأنه كلمهم. نحن هنا ننتقل إلى الجانب العلمي. هؤلاء كلمهم كذا وكذا وكذا وقالوا ووضعوا هكذا. العلم يقول بأن أي صوت يظهر أو يخرج ينتج من احتكاك مادي. الصوت لا يمكن أن ينشأ من لا شيء. يعني الإنسان عندما يتحدث هناك الحبال الصوتية تحتك وتعطي الصوت، والصوت ينتقل عبر غاز الأكسجين الموجود إلى الأذن ويسمع الإنسان. أو صوت الريح، الغازات، الغاز الأكسجين مع حفيف الشجر أو المحيطات أو البراكين. إذن الصوت علميا لا يمكن أن يظهر بأي شكل من الأشكال إلا من خلال احتكاك مادي. لاحظ هذا ما يقوله العلم. نحن إذا أتينا بالمقارنة بين هذا الكلام وبين الأنبياء، يقولون بأن الله كلم نبي موسى أو المسيح أو محمد بشكل عام عبارة عن صوت ينادي من الأعلى. إذن عندما يأتي الصوت، إذن هناك شيء مادي يحتك ويتفاعل. يعني نحن هنا قد يكون نضع إنسان روبوت في القمر الاصطناعي حول الأرض وبإمكانه أن يرسل زبزبات وحديث ويسمعه البشر. إذن العملية عملية مادية في احتكاك، ينتقل عبر الغاز الأكسجين للإنسان وللصوان ويسمع ويبدأ العقل بالتحليل المخ. لكن هنا الدين لا يعطي أي تفسير، يقول بأنه صوت منادي من السماء. لاحظ يعني، فهنا النقطة نقطة افتراضية. طيب هذا الصوت، أجل هذا الصوت هو صوت رجل، صوت امرأة، مخنث، لا جنسي، يشبه صوت الإنسان، يشبه صوت الحيوان، أو يشبه يعني هناك أنواع كثيرة من الأصوات. لاحظ، لكن كلها لا يعطي شيء. وإذا صوت، كما أن هناك موضوع طبيعة الله، هل هو ذكر أو أنثى، أو هو مخنث أم لا جنسي، كذلك هناك تفسيرات عديدة. سألت كثير من رجال الدين، الغالبية يقولون بأنه ذكر، لكن البعض يقول إن كان أنثى لا يهمني، المهم هو الخالق. البعض يقول هو ذكر وأنثى وهو كل شيء. لاحظ يعني ذكر وأنثى ومخنث ولا جنسي، هو كل شيء، هو ولهية يعني ضمير زائد وناقص كله مع بعض، يعني يضعك في وضع يتصبط العقل ويعجز عن التحدث. هو كل شيء، وهو يعرف بكل شيء، وهو يعرف قبل مليار سنة وبعد مليار سنة، وهو خلقنا لنعبده ولا نعبده، وخلق ستة يعني، يعني ندخل في عالم المنطق. المهم لا تفكر. هذا هنا يثبط العقل، هنا الدين يصبح الدين أفيون الشعوب، يعني وبدون مبالغة. يعني المؤمن يشعر بالراحة عندما يقع في مشكلة، يقول يا الله هذا كلام صحيح. لكن عندما تدخل يعلم بالغيب ويعرفك وأنت أين تسير وماذا تفكر، هنا يتصبط العقل ويعجز عن تفسير، وهنا أصبح مثل الأفيون، مثل المخدر، يغذو الإنسان ويغيب عن وعي. يعني أبدا بشكلين وجهين لعملة واحدة للأسف. تفضل أخ جان. يعني هون بطرح السؤال نفسه، يعني أنه المؤمن لما بيقول هلا مثلا بيقولوا لحكمة لا يعلمها إلا الله. طيب إذا حكمة هي الحكمة مفروض تكون للبشر، يعني مشان يستفيدوا من حياتهم تكون سهلة، بيتعاملوا مع بعضهم بحكمة بسهولة. إذا حكمة لا يعلمها إلا الله، ليش يعني شو الفكرة من كلمة حكمة لا يعلمها إلا الله؟ هون المتدينين والمؤمنين عندما يعجزون عن تفسير ظاهرة ما، يردونها بأن الإله هو قوي وله حكمة، كما يقولون ولله في خلقه شؤون، لاحظ، وهو عقله كبير، نحن عقلنا صغير، نحن لا نفهم الأمور التي يضعها. لماذا خلق العالم؟ لتعبدون أو لنعبده، أو لماذا نموت أو لا نموت؟ يعني هنا النقطة يضع التفكير الديني للإنسان في محدودية. فلذلك وبما ذكرت بأن القسم الأكثر من الغالبية العظمى من الناس ذات تفكير محدود،
فيقومون يعدون بأي ظاهرة لا يعرفونها إلى منشأ غيب مطلق، يقولون الله أعلم وانتهى الموضوع براحة نفسية بأنه سوف لا يموت لن يفنى، وكذلك هو الله خلق فهو يعرف هذه الأمور وانتهى. مختصر. فلذلك أي شيء يردونها بحكمة الله ومعرفة الله ونحن ذات محدودية العقل، خلاص وانتهى الموضوع. وهنا يبدأ التخلف في المجتمعات الدينية كما ترى، يعني حتى في الغرب، يعني عندما ترى المؤمنين تراهم يفسرون الأمور ويدخلون في نوع من الشعوذة وكذا، يعني أمور معروفة يعني، وفي القرون الوسطى كانت كثيرة يعني في أوروبا، وهذا حاليا كذا هو معروف في الدول العربية، يعني الشعوذة والسحر منتشرة يعني للغاية للأسف يعني. تفضل أخ جان. أشكرك فؤاد. طيب يعني هل لله عقل؟ يعني إذا الإنسان عقله محدود معناته هناك الكائن العقله غير محدود، فنحن نشترك بالعقل مع هذا الإله، شو رأيك؟ هلا لاحظ يعني التفسير المادي لا يمكن أن يتهرب منه حتى الفلاسفة المثاليين أو أصحاب نظرية الخلق الدينية. يعني نحن هلا إذا أخذنا في الديانة اليهودية تفسير مادي للخلق وكيف ظهر الله لموسى، وفي المسيحية كذلك يقولون بأن المسيح مات على الصليب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب. لاحظ، فإذا هناك يمين وهناك يسار، هناك إذا مسافة، إذا موجود شيء مادي. في القرآن يقول وكرسي الله موجود في السماوات والأرض أو جنة تجري من تحتها الأنهار. لاحظ يعني أنهار وما أنهار وحوريات وخمر، وهو محرم في الدنيا محلل في الآخرة على ما أعتقد، هذا في أحد المذاهب يقولون يعني. بس لكن نعود للقرآن بالذات، بيقول لك أنه بأن جنة تجري من تحت الأنهار. لاحظ تفسير المادي وكرسي الله موجود في السماوات والأرض، يعني هناك كثير من الآيات، يعني أي إنسان بإمكانه أن يقرأ القرآن أو الإنجيل أو التوراة ويرى التفاسير المادية. فإذا يعني التفسير المادي للحياة وللجنة وللحياة الثانية دليل أن هذا الدين هو منشأ أرضي، أمر واضح. فنحن هنا عندما نقول بأن الكلام الذي قاله الأنبياء هو ليس هو خدعة بشرية، حيث هناك خدع تستخدم أحيانا في السياسة أو في الأمور الثانية، لكن هؤلاء الأنبياء هم بحد ذاتهم درسوا التاريخ والفلسفة التي كانت سائدة في عصرهم واعتقدوا بوجود إله، لكن قاموا بشرح تفسير للحياة بالإسناد إلى منشأ إلهي خفي، وقالوا للبشرية أو للناس الذين في محيطهم بأن الله كلمهم. وبما أن الجانب الديني منتشر أو الإيمان موجود في عقول البشر، إذن الفلسفة الدينية المسيحية أو اليهودية الإسلام انتشرت. طبعا هناك ديانات ما قبله، هناك ديانات كثيرة ما قبله ومنتشرة في كل أنحاء العالم، لكن هذه الديانات لا زالت سائدة. فنتحدث عن الإبراهيمية، وإنما هناك ديانات كثيرة في الشرق الأوسط، في أمريكا الوسطى، وفي الهند، وفي الصين، يعني منتشر. فلذلك الإيمان بوجود الإله لدى الأنبياء وليس خدعة بشرية، لم أتوا ليخدعوا البشر من أجل مصالح اقتصادية كما يفعل التجار ورجال الأعمال، يعمل طريقة خدعة بشرية أو بإعلام معين لبيع قطعة أو سلعة ما يعني بطريقة ما، لا. لكن هذا الإله لم يظهر لهم، اعتقدوا هذا الإله كما ذكرت موجود في عقول المؤمنين. الأنبياء آمنوا فيه وبشكل مطلق، كما أن الملحدين لا يؤمنون بوجود إله، فقاموا بعملية وجد فلسفة تلائم لمجتمع الذين عاشوا فيه. فاليهودية تختلف عن المسيحية والمسيحية تختلف عن الإسلام، لكن هناك علاقة رابطة بين بعضهم البعض، لأن فلسفات طب مرتبطة مع بعضها ونشأت في بيئة مترابطة وقريبة من بعضها. لكن الديانات الإبراهيمية لن تتحدث عن البوذية ولا تتحدث عن الهندوسية لأنها بعيدة كل البعد، حتى يوجد يمكن ليس لهم علم بهذه الديانات، يعني لا يوجد اتصال. إذن النقطة الأولى ليست خدعة وإنما إيمان. الجانب الثاني، هل هو كلمهم أم لا؟ طبعا لا يكلمهم. لماذا لا يكلمهم؟ لأن هناك قوانين العلم ترفض بأي شكل من الأشكال أن يأتي صوت بدون شيء مادي، احتكاك بين الصخور، احتكاك من سقوط المطر على الأرض أو على الشجر أو من انفجار البراكين. إذن النقطة الثانية وهو الاحتمال أنهم اعتقدوا فيه لا شك، لكن كلمهم لا يكلمهم، هذا حقيقة واقعة، لأن العلم يرفض بأي شكل من الأشكال أن يأتي صوت من لا شيء، من من يعني حتى نحن اذا خرجنا خارج الكره الارضيه في الفضاء الخارجي
الصوت لا ينتقل لو شخصان يتحدثان مع بعضهما البعض، لأنه لا يوجد غاز لكي ينقل الذبذبات بين الإنسان وإنسان. عندما نحن نتحدث الآن بواسطة الإنترنت هناك الكابلات وهناك هذا، عندما إنسان يقف إنسان آخر هناك غاز أكسجين موجود الذي ينتقل فيه. في الفضاء الخارجي لا يوجد، فالصوت لا ينتقل، قد يكون بس يخرج من الحبال الصغير لكن لا ينتقل. فإذا الصوت يأتي من السماء أو من الأعلى يحدث من شيء غير موجود غير مرئي، هذا من المستحيل، لا يمكن، يعني قوانين العلم ترفض بأي شكل من الأشكال. كما أن العلم يثبت وبشكل قاطع هناك مادة بدون روح أو وعي، هناك مادة ووعي مثل الإنسان والحيوانات، لكن لا ولا يمكن أن تتواجد روح مستقلة تعيش لوحدها، مستحيل، يعني لا يراه العلم ولم يكشفه حتى عدد ملايين من السنين من الله. تفضل أخ جون. يعني أنا بعرف أنت ضد فكرة إنه يجي صوت من السماء مثلا، لأنه في فراغ كبير، فضاء ما في هواء، يعني مستحيل ينتقل الصوت، بس ممكن هالكائن هذا يمد راسه إلى السماء داخل الغلاف الجوي ويكلم، يعني شو رأيك؟ يعني هلأ شوف، التفاسير الدينية كثيرة، لذلك كما ذكرت سابقا لذلك نرى الكثير من المذاهب في كل دين أو بين الحين والآخر يظهر مذهب جديد. يعني لاحظ، يعني حتى نأخذ مثلا التاريخ الإسلامي بكون العالم العربي غالبيتهم مسلمين، ظهرت مذاهب كثيرة، ظهر مذهب الشيعي وبعدها ظهر التفاسير في المذهب السني الشافعي والحنبلي، وهناك مذهب الأحمدية في باكستان وأفغانستان، وهناك مذاهب أخرى لا تعرفها نشأت فيما بعد، لأن حتى الدين نفسه يتطور. وذكرت سابقا بأن المؤمنين يعيشون حياة تطورية لكن لا يؤمنون بنظرية التطور. الدين نفسه الإيمان يتغير ويتبدل. عندما ظهرت نظرية التطور رجال الدين شرقا وغربا رفضوها، لكن فيما بعد قسم من رجال الدين يؤمنون بها لكن يقولون بأن الله منح القوة للمادة لتتحرك وتتطور، بينما قسم آخر وحتى اليوم يؤمنون بنظرية الخلق كن فيكون. لاحظ الأمور تتغير. فكثرة المذاهب في الديانات دليل بأنه فلسفة أرضية، يعني بين الحين والآخر. هلا مذهب الوهابي ظهر في جزيرة العرب قبل 100 عام، لأن القسم الأكبر من سكان جزيرة العرب بدأوا يذهبون إلى أضرحة الأئمة والشيوخ بعوضا من الذهاب إلى. لاحظ كيف تأثير الناس الأذكياء في المحيط للناس البسطاء دفعهم، فنشأ المذهب الوهابي ليحارب كل هذه الأفكار والحج إلى أضرحة الرجال الدين والأئمة والشيوخ والعودة إلى النبي محمد، يعني العودة إلى الإسلام الصحيح. لاحظ كيف، يعني هذا هو المذهب الوهابي، وانتشر وهناك يؤمنوا وهناك لا يؤمنوا وهكذا دواليك. يعني أصبحت القضية قضية واضحة، يعني إذن ليست هي خدعة وإنما إيمان هو معتقد موجود في عقل المؤمنين كما هو موجود الآن. المؤمنون الآن إذا سألنا المؤمنين من فلاسفة وعلماء عن الله يقول بأنه روح خفية، هناك عدة تفاسير لهم، لكن هل رأوا؟ لا. هل سمعوا عنه؟ لا. هل تحادثوا معه؟ لا. هل رأوا في مكان؟ لا، لكن هو موجود. فالبعض يقول موجود خارج الكون المادي، يعني خارج المجموعة الشمسية ومجرد درب الدبة، والبعض يقول بأن الإله هو موجود بيننا وهو يعني نوع من الموجود لكن نحن لا نحس به، لا هو يعرفنا، هو يعرفنا ويعلم فينا ونحن لا نعرف. يعني المهم أمور تبقى عملية، دخلنا في عالم لا منطق لا علم الكلام، يعني أمور تدعو يعني للأسف للضحك، يعني ما لا أعرف كيف لا أتحدث. عملت مثل عادل إمام في مسرحية الزعيم لما قال له الذرة لما بتجي بتاعة دي جنب البتاعة دي، يعني حاجات فيها خبص بقى. طيب أنا أشجع أصدقائي أنه تبعتوا لنا أسئلة والسكايب مفتوح، التعليقات، يعني الحابب في أي تعليقات. طيب في عندي سؤال من أخ علاء الدين النور، عم بيقول لي ماذا انقطع الوحي والنبوة؟ هل مات الله؟ طبعا سؤال جيد. لو كان الله يظهر، لنفرض جدلا بأن الله موجود وظهر للأنبياء، كان يظهر بين الحين والآخر العهد القديم، بين فترة وفترة هناك كثير من الأنبياء في العهد القديم كان يظهر ويحاكيهم. أوكي، استمر وكما يقولون بأن محمد فحسب الشريعة الإسلامية أنه خاتم الأنبياء. أوكي، إذا كان الله هو موجود ويظهر للناس، لماذا لم يستمر في الظهور بين الحين والآخر؟ أو بالأحرى لماذا لا يظهر يوميا كالشمس وينهي هذا الجدل العقائدي بين البشرية؟ أو أيهما صحيح، يعني هل الإسلام أم المسيحية أم اليهودية؟ أم يمكن ربما الديانة البوذية هي الأصح؟
والديانات الإبراهيمية كلها خطأ يعني، يظهر ويضع الحل وينهي الصراع والحروب والدمار بين البشرية. يعني كم من الملايين الناس ماتت من أجل الإله ومن أجل القرآن أو الإنجيل أو التوراة، وكما نرى الآن لحتى اليوم كما يحصل في الدول الإسلامية ذبح وقتل، ويعني أمور تدعو للأسف. وبالرغم على ما أعتقد هناك حديث نبوي يقول يجب على المسلم أن لا يقتل أخيه المسلم، الإسلام يقوم على الغزوات والقتل والذبح. أوكي، دخل إلى مناطق غير مسلمة وأخذ السبايا، هذا شريعة الله. طيب عمر بن الخطاب وهو يصلي في الجامع طعن بالسكين، وعثمان بن عفان كذلك الأمر، ثم مات الحسن والحسين وهكذا، وكثير من الأئمة قتلوا أو ماتوا مسمومين. وحتى اليوم إذا كان اليوم يقولون بأن هناك مؤامرة على الإسلام والولايات المتحدة تسعى للقضاء على الإسلام، إما قبل ظهور الولايات المتحدة المسلم يقتل أخيه المسلم، يعني لاحظ كيف هو صراع على السلطة، الصراع على السلطة بغض النظر عن الإسلام هو دين سماوي أو دين صلبي. الصراعات التي تحصل في الدول الإسلامية هو صراع على السلطة. يعني هلا لو انحرفنا عن الحديث أكثر، مثلا بين إيران والسعودية هناك جانب الشيعة والسنة، لكن هو صراع على السلطة والاستيلاء على أبار النفط والثروة والاستيلاء على منطقة الحج وجلب ملايين الدولارات من وراء الحجاج المساكين في أنحاء العالم، يعملون ليلا نهارا ليجمعون مبلغ من المال ويعطونها للسعودية، والسعودية ليست بحاجة إلى المال لكن تزيد منها زيادة يعني الخير خيرين يعني بيقولوا. طيب يعني الأمر طيب، فضل أخجانا. طيب مثل ما قلت أصدقائي، أشجع كل الأصدقاء على طرح الأسئلة وطرح التعليقات والتعقيبات، وأتمنى اللي حابب يتصل طبعا السكايب موجود، jan.burro2 موجود تحت الفيديو، أتمنى منكم الاتصال والمشاركة بالحلقة. طبعا الأخ علاء الدين نور عم بيقول جان هذا العصر الذي نحيا فيه هو العصر المناسب للوحي والنبوة، فالنبي سابقا كان يدعو قومه في حي صغير، أما الآن فثورة المعلومات تتيح له التواصل مع أكبر قدر من البشر، وهذا وحده يثبت فشل فكرة الوحي والنبوة. شو أنا هون بصراحة أخوي فؤاد، يعني فكرة كتير ممتازة، يعني النبي القديم يعني مشان هيك كثرة الأنبياء، يعني الله لو مستني مثلا 2000 سنة من عيسى يسوع الدلوع، لو مستني من هذاك الوقت يعني هال 2000 سنة وبعته مثلا هلا، او بعت محمد مستني له 1400 سنة بعته في زمن الفيسبوك، اظن يعني كان جمع عدد كبير من الناس، ولكن هذاك الوقت يعني يجمع له 70-80 شخص خلال 10 سنين 13 سنة حتى يجمع له مجموعة عشرات يعني، وعيسى نفس الشيء، هذا يسوع الدلوع وغيره وغيره وغيره، ليش يعني ما استنى الله؟ شو مستعجل يعني بصلته محروقة؟ يعني هو ما بيقولوا يعني الإله والله في خلقه شؤون وهو يعرف، يعني له الحكمة، أو كما يقولون يعني رأس يعني حكمة الله رأس الحكمة مخافة الله، يعني هو ما يقوم به كله منطقي، قد يكون يخلق البشر ويجلب الزلازل والبراكين، يعني هو هذه هي فكرة المطلق، يعني الله هو كلي القداسة وهو مطلق ويعرف بكل شيء، فلذلك يعني هنا المؤمن يخرج بنقطة جيدة وسريعة ومحلولة بأن العلم عند الله وانتهى الموضوع. أما ظهوره، شايف كيف عدم ظهوره أو ظهوره لفترة أو لبعض الناس وبعده يتوقف، هذا دليل على أن مجرد إيمان. يعني نحن اليوم سنسأل الفلاسفة والعلماء والمؤمنين ما هو الله، ما هو تفسيرك، أنت تؤمن بالله أوكي، يقول لك الله أن نثبته بالعلم وإنما نؤمن به بالعقل. وكما ذكرت الفلسفة المثالية، وهذا سيكون الحلقة المقبلة، أو نظرية الخلق الدينية، الفلسفة المثالية أو الإيمان يقوم على استنتاجات وتفاسير عقلية للوجود، لا يمكن العلم لا يتفق مع نظرية الدين في الخلق واتباع الحلقات التي تتبعها. الإيمان هو إيمان عقلي، يعني كما ذكرت سابقا من صنع هذه السيارة الشركة الفلانية، من صنع الكواكب والنجوم هو إله كلي القدس ومطلق ويعرف يعني. لكن هل رأيتم هذا الإله؟ لا. هل سمعتم عنه؟ لا. هذا لا،
يعني لا الآن في هناك آمل أن يكون هناك مؤمنين على هذه الحلقة يبادروا ويقولون يعني الله عبارة إيمان مجرد تصور في العقل البشري وقضية إيمانية، لكن لم يروه لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. لكن الأنبياء من خلال إيمانهم وضعوا فلسفة وقالوا بأنهم رأوا الله، يعني كيف؟ فهي ليست خدعة وإنما إيمان، هم مثل كما هو الحال أي مؤمن اليوم، لاحظ؟ لكن مع العلم لا يتفق، لا يمكن يعني لا يتفق، هذا أمر واضح كما ذكرت. يعني العلم لم يكتشف روح مستقلة تعيش لوحدها، ولن يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتواجد روح مستقلة، لا يمكن. يعني يقولون الجن وخلقنا الإنس والجن لتعبدون، هلا نحن موجودين الجن حوالينا، نحن لا نشعر بها لكن هو يشعر فينا وهو يعرف وهو يسير وراءنا، وهناك يعني يتكون، يقولون الجن قد يكون شرير أو يجلب لك المصائب، وهنا ينتشر الخوف في صفوف الأولاد والأجيال الجديدة حتى الكبار. الجن يأتي وقد يكون في عملك، أن يكون في بيتك أو في عندما تنام، وهنا تبدأ عملية القضاء على الإنسان وتحويله إلى يعني قطعة من لا شيء، يعني يقضي على حاله بذاته. يعني تفضل أخ جون. طب أشكر فؤاد، بصراحة أنا بدي عندي سؤال هون، يعني الديانات المختلفة، يعني إذا شفت مثل ما قلت أنت يعني حتى الأنبياء الديانة الإبراهيمية حتى احتمال كبير ما سمعوا نهائيا عن البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات، يعني في ديانات بأدغال أفريقيا، أدغال البرازيل، أمريكا الشمالية، في أنواع كثير من الديانات، يعني ديانات لا تعد ولا تحصى مثل ما بقولوا، أفكار وأشياء من هالقبيل. شو الرابط بين هالديانات هاي وظهورها في نفس الوقت في العقل البشري عند الإنسان ذات نفسه؟ يعني شو الرابط المشترك اللي بربط هالديانات هاي كلها؟ هذا بيعود من الأساس مثل ما ذكرت سابقا بأن الإنسان عندما ظهر على الأرض كيف في مناطق متعددة من العالم، المهم يتساءل على الكون وماهية الكون وكيف نشأت البحار والجبال والنجوم والشمس والقمر، لاحظ كيف هذه التساؤلات يسألها كل إنسان، شايف كيف؟ فهنا انقسمت بشر بين مؤمنين وملحدين، شايف كيف؟ لكن هذا الإيمان المؤمنين عندما يعتبرون يردون الشيء إلى منشأ غيب مطلق أطلقوا عليه الإله أو الله، لاحظ كيف؟ فلذلك نرى أن وجود الإيمان في التاريخ البشري كيف هذا لا يدل بأنهم هم رأوا الإله، لكن هو تفسير الآخر وهو التفسير المضاد للتفكير الإلحادي حول ماهية الكون، لأنه كما ذكرت البشرية بين مؤمنين وملحدين، لاحظ كيف هذا هو التيارين الرئيسيين في الفلسفة. هلا هناك قسم من الناس لاحظ نراها منهم لا يبالون بهذا الموضوع نهائيا، كيف نشأ الكون ونشأت الحياة وما بعد الموت، يقولون بأننا نحن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأنه موضوع عميق وصعب الإجابة عليه. لكن هؤلاء الناس نسبتهم قليلة جدا في العالم، صعيد العالم أتحدث، لكن البشرية بين مؤمنين وملحدين. لكن وجود الإيمان في المناطق المتعددة كل هذا يرتبط بما الإيمان هو رد الفعل الإنسان من خلال تفكيره للمحيط، يعني للمحيط الذي يعيش فيه، إن كان في أمريكا اللاتينية، إن كان في أفريقيا، إن كان. فإذا الديانات نشأت وهي مرتبطة بالمحيط الذي تعيش فيه البشرية، المحيط الذي يعيش فيه النبي أو الفيلسوف، ويضع الفلسفة على هذا الأساس. فهي قضية اعتقاد، هو قضية اعتقاد، لا يعتقد. هلا هناك كثير مثلا من المؤمنين أو مثلا عندما أتجادل مع البعض وأظهر البراهين العلمية وكذا وأزلية الكون كذا، وبالرغم من ذلك يقولوا بأن كلامك صحيح، بس لكن أنا شخصيا أعتقد بأنه يوجد إله، فأقول له كفى. أنا لا يعني أنا لا أجبر الناس على دخول الإلحاد أو كذا، فقضية اعتقاد. فالاعتقاد في العقل البشري هذا موجود من زمان وهي عقيدة، فالقسم يؤمنون. فتعدد الديانات في مناطق متعددة هذا لا يدل بأن هناك إله يرسل الأنبياء أو يرسل في عقول البشر ويدفعهم ليضعوا، لا هذا التفسير رد انعكاس الفكر للواقع يدفعه إلى تفسير ظاهرة معينة. كما ذكرت هناك كثير من الملحدين بالفطرة
لا يقرؤون الكتب العلمية والفلسفية لكن لا يؤمنون، لاحظ هؤلاء يعني ما كذلك الأمر هناك المؤمنين بالفطرة يعني. فلذلك الإمام من تعدد مناطق هذا لا يدل على صحة وجود أو وجود الإله، لأن الإله لم يظهر لأي شخص، إنما مجرد تصور في العقل البشري، هذا حقيقة مفرغة. يعني حتى اليوم نحن نسأل، هل نسأل سؤال موجه للمؤمنين على الهواء حاليا، تفضل واشرح لي ما هو الإله، شكله طوله عرضه أو أنت تؤمن به، ما هو؟ تفضل قل لي يعني ما هو، يعني إيمان، مجرد إيمان لا أقل ولا أكثر. أنا كما ذكرت في العقل البشري الإنسان يتصور قصرا ضخما أو مبلغ كبير من المجوهرات، لكن إذا يفتح عينيه غير موجود. إذن لا يوجد يعني برهان مادي، تبقى قضية غير صحيحة أو وهمية أو مجرد افتراض لا أقل ولا أكثر. لا نقول أنه صحيح، لا يمكن أن نقول أنه حقيقة، لأن لا يوجد براهين. كيف نقول عن شيء أنه هذا موجود وهو غير موجود؟ أنا أتصوره، كل إنسان يتصوره بشكل، يعني الإله يتصوره كل إنسان بشكل، فكيف نستطيع أن نقول بأنه موجود؟ قضية افتراضية إذا ما كانت قضية غير موجودة. تفضل أخ جان. الغريب أخوي فؤاد، يعني أنت بتسأل المؤمنين ما هو الله، بيقول لك ليس كمثله شيء، وبعدين طلع الكتب الدينية بتلاقي وصف لك ساقه، وصف لك رأسه، وصف لك طيزه، كل الأوصاف. يعني لما بقول لك وسع كرسيه، كرسي الكرسي لما الكرسي، يعني الكرسي هو للجلوس، يعني ما حاجة الله للجلوس؟ إذا كان ليس لديه هل الأشياء الموجودة عند الإنسان، شو حاجته للجلوس؟ شو حاجته للكرسي أصلا يعني؟ في تناقض عميق، يعني مثل الجنة، يعني بوصف لك إياها بيقول لك لا عين رأت ولا أذن سمعت، معناتها ما في شيء يوصف فيه، برجع بيوصف لك إياها جنات وخضار ونساء وخمر وعسل وهالأشياء. طيب على أنت على أساس قلت لي إنه لا عين رأت ولا أذن سمعت، الأنهار رأت العين وسمعت بها، النساء كذلك، الخمر كذلك، العسل كذلك، يعني في شيء تناقض غريب. المشكلة إنه المؤمن هو ذات نفسه ما عم بيشوفه، يعني للأسف الشديد. لو على إذا في عندك تعقيب. ايه هو يعني مثل ما ذكرت، يعني هو وصفات تفسير المادي للديانات واضحة كثير في كل الديانات. حتى نحن إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك وتحدثنا عن الديانات التي آمنت بتعدد الآلهة في الشرق الأوسط، لاحظ كان ما قبل ظهور الديانات التوحيدية اللي يؤمنون بإله واحد، لاحظ لأن الدين يتطور. فالإنسان القديم كان ينظر إلى السماء، ينظر إلى المطر، فيرده إلى منشأ غيبي مطلق، فقال إله المطر، هناك إله الشمس وإله الصواعق وإله القمر، لاحظ لأن القمر يساعد الرعاة في المسير ليلا مثلا، أما الشمس فيعطي لهذا، وإله الشمس وإله القمر وكذا وكذا وكذا. لاحظ هذا التعدد دخل صراع عقائدي مع الديانات التوحيدية. يعني عندما يأتي يقول بإله واحد، الديانات المتعددة تقول كيف تقول بإله واحد؟ يعني في ذلك الوقت العقل البشري يؤمن بتعدد الآلهات، إله المطر، إله الشمس، إله هذا. أنت تأتي بتقول بإله واحد، يقولون بأن هذا كلام غير منطقي. يعني المطر هو هناك إله المطر، الشمس هناك إله يسير الشمس، وهناك إله القمر. لكن التطور، العقل البشري يتطور مع الزمن، وصل إلى درجة أدى إلى سقوط الديانات التي تؤمن بآلهات متعددة إلى إله واحد، وفيما بعد تطورت. هلا لاحظ اليهودية نشأت في مكان معين وفي فلسفة معينة، أتت المسيحية أعطت فلسفة أرقى منها، أتى الإسلام نقح المسيحية واليهودية. كيف كيف؟ أن هلا هناك مثلا هلا بفلسفة المسيح نقطة الضعف أنا برأيي هو الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس، هي فكرة فلسفية وفهم واضح ولا تفاسير كما ذكرتها في حلقات سابقة، لكن صعبة للغالبية العظمى من الناس صعبة. أتى الإسلام وهو ورقة بن نوفل، هو فيلسوف الإسلام، نكر أو بالأحرى رفض فكرة التثليث والصلب نهائيا. آمن، هو لا يستطيع أن ينكر الفلسفة السابقة، كما أن المسيح لا ينكر فلسفة موسى ومحمد لا ينكر فلسفة المسيح، فلكن هو رفض فكرة الثالوث المقدس، فقال كذبوا الذين قالوا بأن المسيح هو ابن الله والثالوث المحرم، ورفض الصلب لكن قال بأنه ذهب إلى السماء. عايز لأن الإيمان، لأنه حسب التفاسير المعتقدات بأن ورقة بن نوفل الذي هو دون القرآن هو رجل دين مسيحي في الأساس، وذكرنا هذا في من الكنيسة المسطورية التي رفضت ألوهية المسيح.
فالمهم يعني المقصد أنه كل تطور يأتي أكثر رقيا، لأن الفكر البشري يتطور، عايز كيف؟ وحتى في التفسير الدينية والتفسير المثالي والتفسير حتى التفسير الإلحادي يتطور. عندما يتم اكتشاف مثلا فيزياء الكم يأتي العلماء يظهرون وتدخل أمور جديدة، يعني هي كيف؟ بس لكن الفارق أنه بين الإلحاد والإيمان أو بين الديانات، الإلحاد لا يوجد مذاهب، لا توجد مذاهب في الإلحاد، لأن الإلحاد يعتمد على قوانين علمية. يعني مثلا هلا نحن نقول بأن عدد الكواكب المجموعة الشمسية 9 كواكب، تاريخ معين أتى كوكب ودخل ضمن المجموعة فأصبح 10 كواكب، فكل الملحدون سيقولون بأن المجموعة الشمسية 10 كواكب بالتاريخ الفلاني، لا يستطيع يعني لأنه قوانين مادية واضحة، تلسكوبات اكتشفت أو خرج الكوكب الفلاني فأصبحت المجموعة 9 كواكب. بينما الدين باعتبار أنه تفسير عقلي فتنشأ المذاهب، كيف يعني؟ حتى هلا مثلا في الولايات المتحدة الكنيسة البروتستانتية وفي كل شارع هناك كنيسة لها وجهة نظر وتفسير يختلف عن التفسير الآخر، لأن البروتستانتية نشأت لأن كل إنسان يقرأ القرآن الإنجيل ويفسره كما يراه ويناسب له، لاحظ؟ فلذلك فتنشأ المذاهب العديدة في البروتستانتية وكذلك في الإسلام وفي المسيحية وهكذا دوليك، لاحظ؟ فإذا هو كله مجمل بشكل عام الدين هو عملية تفسير عقلاني أقل ولا أكثر. يعني تفضل أخ جان. آسف، بصراحة أنا ما بعرف إذا بقدر أتفق معك أخوي فؤاد بمسألة إنه تطور العقل دائما للرقي، يعني مسألة تعدد الآلهة تطور إلى توحيد الإله، هذا أظن هو يعني نقلة ليست تطور إلى الجيد ولكن تطور للأسوأ. يعني مثلا خلينا نقول أيام تعدد الآلهة بمكة مثلا، لما كان كل شخص كل مجموعة في عنده إله تعبده، فهون كان في تقبل للآخر يعني بشكل واضح. يعني كان ممكن هداك الوقت تبنى إذا كان في فلاسفة ومفكرين حقيقيين يقدروا يثبتوا فكرة الديمقراطية، هداك الوقت كان ممكن تبدأ فكرة الديمقراطية. ما بعرف شو رأيك أنت، ولكن إجا الإسلام بالفكر التوحيدي هذا محى كل شيء وبنى وأسس للفكر الدكتاتوري إلى بعض الحدود. هو لا شك في أن الإسلام لا يقبل النقد لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، هذه هي نقطة السبب الرئيسي في تخلف الشعوب الإسلامية. يعني أي إنسان يظهر يقرأ القرآن أو الحديث يريد أن يعطي رأيه فيه لا يقبل النقد، الإسلام لا يقبل النقد، وهذه هي مشكلة. وكان الحال في أوروبا في القرون الوسطى كذلك على المسيحية، كانت البابوية هن الآمر والناهي، يصدر الفرمانات ويعطي صكوك الغفران، وكان فلذلك كان التخلف في أوروبا، وكذلك الآن نرى في الشعوب الإسلامية. يعني يقولون البعض بأنهم لأنهم لا يؤمنون بالإسلام أو لا يمارسون الإسلام الصحيح فهذا هو تخلف الشعوب الإسلامية. طيب هلا إذا كان الإنسان لا يطبق الإسلام 100% يطبق 90%، فيجب أن يكون متقدم، يعني إلا في بعض الأمور. أنا أرى العكس، يعني كله قتل وذبح. يعني لاحظ يعني حتى الجانب الديني، يعني عندما الإنسان يؤمن بالديانات يهمل الحياة الطبيعية الحياة الوجودية الأرضية، فبدلا من الاهتمام بالطبيعة والحدائق وبناء والنظافة ولهذا، لا يقولون بأن هذه الدنيا فانية، فما علينا إلا الصلاة والصوم والحج وهكذا دواليك. وكذلك وكما ترى في رمضان الدول الإسلامية تخسر ملايين الدولارات لأنهم صائمون لا يعملون، وبعد الإفطار صلاة التراويح وهكذا، يعني وضع فلسفي بمجال كله مجال الدين. فلذلك إهمال لا يوجد، يعني الأمور يهملون الطبيعة، حتى الديانة كل الديانة يقول بأن هذه الدنيا فانية، فعلينا الصوم والصلاة وكذا والواجبات الدينية، فلماذا تهتم بالطبيعة؟ لماذا تستمتع بالطبيعة؟ لا لا داعي للطبيعة، الصلاة وهكذا، وهذا يؤدي إلى ضياع الإنسان. و كما ترى يعني بالرغم انهم يرفضون الغرب ويرفضون يقولون ان الغرب هو بلاد الكفر والالحاد، والغرب ليس بلاد الكفر والالحاد، الغرب بلاد حره، لذلك مسموح للمسلم والمسيحي والبوذي واليهودي والملحد بطبع الكراريس والكتب والدعوه الى الدين او العقيده التي يريدها.
فهي دول حرة وليست كفر وإلحاد، لكن حسب رأي الشعوب الإسلامية أن هنا كفر وإلحاد، ولكن بالرغم من ذلك يقولون بأن الغرب هو متطور علميا وتكنولوجيا ودراسيا وثقافيا والمستوى المعيشي والتقني والعلمي والاختراعات. إذا معناته هذا يعني إذا هو الحياة أفضل من الشعوب الإسلامية والأنظمة الإسلامية، يعني أن الدول الإسلامية نرى كلها في حالة يعني يرسلها. فالأمر واضح، يعني العمل الديني لا يساعد التطور، وإنما يستسلم الإنسان لأمور غيبية، يشعر بالراحة النفسية بأنه سوف لن يموت وسينتقل إلى حياة ثانية، وهو أسهل وأسرع له بأنه الأمر هذا والله أعلم وانتهى الموضوع، ويقرأ الكتاب الديني ويشعر بناء على نفسية وانتهى. وهذا أمر يعني يؤدي إلى الضياع للأسف. تفضل أخ جان. للأسف الشديد أخويا. طيب في سؤال من سام سالم وتبر، يعني هو شوية، هل أستاذ فؤاد ملحد أم ربوبي؟ لا أنا ملحد، أنا ملحد بالضبط، أؤمن بالفلسفة المادية التي تؤمن بأن الكون أزلي أبدي غير مخلوق، وأن الإنسان أجى نتيجة تطورات الطبيعة، وبعد الموت ينتهي كل شيء، وأنا مرتاح بهذا المبدأ، يعني الإنسان له الحق أن يختار ما يريده. أنا ملحد. تفضل أخ جان. ملحد أنا ملحد، أسد لا يأبه الخرفان. على كل حال طيب في سؤال من أخ لونس عم بيقول من صاحب فكرة الوحي والنبوة؟ من الذي أسس لها؟ ولماذا لا تكون هناك وسيلة أخرى للتواصل غير هذه الفكرة؟ لا الوحي والنبوة كلمتين موجودة بكل لغات العالم، يعني كما هو الإلحاد أو الإيمان يعني موجودة، لكن وبدأت تسير في لدى الفلاسفة المؤمنين. يعني كيف؟ يعني في اليونان القديمة هناك فلاسفة ملحدين، يعني كيف؟ كمثلا إبيكور، فيلسوف هذا ملقب بنبي الإلحاد، يعني هذا كان أكثر الفلاسفة إلحادا، وهناك ديموقريطس وغيره، وهناك فلاسفة مؤمنين. فالإيمان النبوة الوحي والنبوة أتت من الجانب الإيماني المؤمنين، يعني الفلاسفة المؤمنين قالوا بأن الله أعطاه الوحي أو كلمه، الوحي من شيء خفي ما ورائي أتى وتحدث إليه، من هنا النقطة أتت الوحي والنبوة، هي موجودة بكل لغات العالم. إذا موجودة هذا استنادا للدين، الدين أو الإيمان موجود بكل لغات العالم، بكل البشرية هناك مؤمنين كما هو موجود في الملحدين كذلك. فالكلمتين هي موجودة بكل لغات العالم، وأتت من خلال المعتقد الإيمان بالغيبيات كما يقال، يعني هنا هي النقطة. تفضل أخ جان. طيب أصدقائي أنا أشجعكم على طرح الأسئلة مهما كانت برأيكم غير مهمة، ولكن هي مهمة حتى نوصل فكرة لأخوتنا المؤمنين شو بيعني النبوة والوحي والأشياء هاي. يعني شفنا نحن على اليوتيوب كثير من الأشخاص في العصر الحديث ادعوا النبوة، أو مو بالعصر الحديث بأيامنا هاي من مصر من السعودية ادعوا النبوة، وكيف تعامل معهم الناس على أساس مرضى عقليين. يعني أنا أتخيل لو محمد أو يسوع الدلوع أو موسى أو غير هالشلة هاي، يعني لو كانوا موجودين في عصرنا هذا ادعوا هالمسائل النبوة، هل سيصدقهم أحد؟ يعني لو هلا محمد يجينا شخص غير محمد يقول، يجي شخص يقول والله أنا طرت على بغلة من الأرض إلى السماء، فهل سيصدق في عصرنا الحالي؟ على كل في سؤال من الأخ جيمي، أظن جيمي جورج، عم بيقول كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. السؤال هو كيف يوحي الله إلى الذين من قبله وقد ماتوا، وما فائدة الوحي إليهم بعد موتهم؟ أرجو الإجابة. يعني كيف السؤال؟ مقصد أنه يعني الله يوحي وناس باتوا، يعني منعهم الوحي، يعني الآية بتقول كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله عزيز حكيم. يعني فالسؤال هو الرجل السؤال عم بيقول طيب بما أنه الآية عم تقول يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كيف يوحي الله إلى الذين من قبله وقد ماتوا؟ يعني إن ماتوا من قبله، فكيف يوحي إليهم؟
يمكن هذا المقصود في الآية، يمكن هو يعني يوحي بمعنى هو على استمرارية الإله، أنه كما أنه يعطي الوحي أو النبوة لهذا الشخص لهذا النبي، كذلك أعطى الذين ما قبله. هذا الكلام مذكور في الإسلام كثيرا، بأنه منح النبوة لله، وأنا أعطيك النبوة كما أعطيت لعيسى ولموسى وللبقية. هذا هو المقصود من التفسير الديني. بصراحة هون صار في خربطة لغوية في ذات القرآن، يعني لما بيقول لك ونوحي إليك كما، لازم نكون كما أوحينا للذين من قبلك، يعني هو قال يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. يعني في طبعا بعض هو أخطاء القرآن، كثير أخطاء لغوية. يعني أنا تحدثت على اليوتيوب في موقع لدي هو الهيرو سبيد 100، أتحدثت عن الأخطاء اللغوية في القرآن. وهو كل إنسان عندما له معرفة باللغة العربية إذا يقرأ القرآن يرى هناك كثير من الأخطاء في الإعراب وفي تراكيب الجمل والمذكر والمؤنث، يعني كثيرة. لاحظ كيف؟ فهنا قد يكون التفسير يقصد أو ما قبله وبعده أو كذا، بس لكن هو المقصود فيه على ما أعتقد يعني بأنه هو دليل على أن الله لمحمد وحكاه كما حكى للبقية، كي يجذب المؤمنين اليهود والنصارى موجودين في جزيرة العرب إلى الدين الجديد. واحد. فلذلك هناك آية تأتي لقد آمنا، هي في سورة العنكبوت، يا أيها الذين لقد آمنا بما أنزل إليكم وإلينا وإلهكم وإلهنا ونحن له مسلمون. إذا بدنا نأخذ التعبير اللغوي إلهكم وإلهنا، يعني صار كأنه إلهين، بدل ما أن يقول لقد أمنا بالإله الواحد الذي أرسل الأنبياء مثلا، لا، هي في سورة العنكبوت، يعني أنا متأكد منها لا أشعوذ، إلهكم وإلهنا ونحن له مسلمون. الآية الأخرى لكي تنجح فلسفته ويقول قال تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، يعني بالإسلام هو طريق الخلاص، وإنما المسيحيين واليهود هؤلاء ضالين ومغضوب عليهم، يعني الذهاب إلى الجنة هو عن طريق الإسلام، الطريقة لجذب الناس إلى المذهب والفلسفة الجديدة. لاحظ محمد ورقم نوفا المؤمنون، لكن هؤلاء فلاسفة أذكياء، يعني لكي يجذبوا الناس إلى الفلسفة الجديدة، كما هو تنشأ الأحزاب السياسية، ينشأ حزب جديد يبدأ بعملية الـ يعني كما يقول السحب أو طرح الأفكار لجذب الناس من الأحزاب القديمة وهكذا. هو يقول يأتي وأمن بما قبلكم وبعدنا هذا. فتعليقنا هذا الكلام أنه يقول بأننا قلمنا ما قبلكم، وهذا يقصد فيه على الأنبياء، على الموسى ومسيح وبعده محمد، يعني هذا هو المقصود الأغلب. لكن هناك التعبير اللغوي، هذا هناك تعبير أخطاء كثيرة، لكن نحن نتحدث في معنى الآية ما يقصد فيها. تفضل أخ جان. طيب في سؤال من الأخ سام كمان، يعني بيقول سؤالي لكم يعني أنا وأنت، ما هو تعريف الإلحاد؟ عرف الإلحاد. الإلحاد أو يقال بالإنجليزية أتيست أو بالفرنسية أتي، وهم التيار الفلسفي الذي لا يؤمن بالله وبالآخرة ويعتبر الكون أزلي أبدي، هذا هو مقصود الإلحاد، يعني هي العقيدة الإلحادية أو الفلسفة المادية يعني. أكيد أكيد. طبعا أنا بصراحة أنا تعريفي للإلحاد الأخ سام، إنه الإلحاد ككلمة مصطلح هو إلحاد عن الثابت، يعني في شيء يعني ميل عن الطريق الصحيح. وبهالحالة هي طبعا كل إنسان، كل شخص، كل مؤمن يعتبر دينه هو الصحيح، وكل الناس اللي مقابلهم ملحدين، يعني كلهم ملحدين بدينه، وأنا ملحد بكل الأديان. بالنسبة للمسلم كل الناس ملحدين بدينه، وهو ملحد بكل الأديان الغير الإسلام. فالإلحاد هو كمصطلح هو الانحياز أو الخروج عن النسق العام. بالنسبة لي كإلحاد، ما هو الإلحاد؟ هو الإلحاد تفكير علمي بعدم الإيمان بغيبيات، يعني بتسليم بأي شيء بدون تجربة، بدون شيء علمي. هذا هو الإلحاد بالنسبة لي. بالنسبة لي الإلحاد كفكرة إله، الإله هو
مجرد يعني حاجة للبشر اجت في وقت محدد من التاريخ البشري، كان الإنسان يعني عنده تساؤلات وما عنده أجوبة على هالتساؤلات، ما عنده أدوات الأجوبة هي يجاوب على السؤال، فالعقل البشري اخترع الإله. ولكن لو كان عنده الإمكانية هذاك الوقت عقله إنه ممكن يجيب أدوات الإجابة على هالسؤال هذا، ما أظن كان فكرة الإله طلعت. ولكن أنا بعتبرها مرحلة حتمية، الإله والدين والفكرة الغيبية مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، وعم نعدي فيها وأظن نحن في نهايتها. فالإلحاد هذا هو الإلحاد، النظرة للكون الخارجي، للعالم الخارجي، للطبيعة بنظرة عقلانية علمية مخبرية بحتة، ولا تعتمد على أي مشاعر وغيبيات. هاي تعريفي للإلحاد. طيب خلينا نروح على سؤال آخر أخوي فؤاد. عم بيقول الأخ كيمو، عم بيقول هل كبار الشيوخ المخضرمين يعرفون أخطاء القرآن؟ لا، بشكل عام يقولون بأن القرآن هو صحيح 100% لغويا، وهو منشأ اللغة ومنشأ، هذا هو السائد بشكل عام لدى القسم الأكبر من رجال الدين. لكن الذين يتعمقون يدركون بأن هناك أخطاء لغوية، وهنا تظهر الفتوى الجديدة، يقولون بأن الكلام هو أتى من الله وصحيح، المعنى صحيح لكن كتبه أناس، والإنسان غير معصوم عن الخطأ، يعترفون. لاحظ كيف؟ بس لكن الغالبية العظمى لا تعترف بأخطاء القرآن، بالرغم أن هناك أخطاء كثيرة. لاحظ كيف؟ لغويا، يعني بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية. لاحظ يعني هلا أنا أعطيك مثل، مثلا في القرآن هناك كثير من الآيات تقول عيسى ابن مريم. لاحظ الآن كل إنسان أن يراجع القرآن ويرى عيسى ابن مريم، هو من المفروض الأصح عيسى بن مريم وليس ابن مريم، لأن قواعد اللغة العربية تقول عندما تقع كلمة ابن بين علمين تحذف الألف، إذن الأصح عيسى بن مريم. لكن الآن يتفضل الجميع ويراجع القرآن يرى في مناطق كثيرة يعني عيسى ابن مريم. لاحظ كيف؟ هذا مثال يعني من الأمثلة الكثيرة، يعني بإمكاننا نتحدث ممكن في مواضيع يعني في حلقات مقبلة بإمكاننا نتحدث فيه، لكن أنا أعطي مثل واحد يكفي على أنه هذا ليس من عند الإله، أو ربما الإله قال له عيسى بن مريم أم ورقة بن نوفل كذا وعيسى بن مريم. يعني حتى عفوا حتى جمع القرآن جمعه الأسود وجمعه طليحة، حصلت كثير، لكن المتداول حاليا بين يدينا هو جمعه عثمان بن عفان. طبعا هؤلاء الخلفاء الراشدين كذلك أذكياء، بس لكن رغم أنهم أذكياء لهم بعض الأمور التصرفات الغبية، يعني أنا أقولها مع احترامي لهم كهذول مؤمنين بغض النظر عن مؤمنين. كما هو معروف بأن الآيات المكية أولا ثم المدنية، لكن عثمان بن عفان جمعهم شرقا وغربا، فهلا إذا أخذ أي القرآن وهو المعروف بأنه جمعه عثمان هذا المتداول عالميا، نرى أحيانا سور مكية، أحيانا سور مدنية، وأحيانا يعني خليط. كان من يعني على الأقل أن يقوم بترتيبهم المكية والمدنية، يعني قد تكون آية مكية أتت قبل يومين أو بعد يومين كان بها، بس لكن ترى بأنه هو خليط، يعني جمعه. وهناك يقول قد يكون قسم منه ضاع أو تلف، أو ربما عثمان بن عفان لم يعجبه يعني، أو يعني لسبب ما، بس لكن القرآن متداول خليط، أحيانا مكية أحيانا مدنية قبل وبعد، يعني الأمور وضعت وسارت على هذا الموال يعني. والبشرية الآن تؤمن، يعني العرب يؤمنون بأن هذا، هناك كثير من المسلمين غير العرب لا يعرفون القرآن ولا يعرفون العربية لكن يؤمنون به، وهذه هي المشكلة الكبرى. يعني كيف تؤمن بكتاب لا تعرف لغته؟ على الأقل تعرف لغته، بعدها تقرأ الكتاب وبعدها يقول جيد أو غير جيد، يعني على الأقل منطقيا. ففي مؤتمر عقد للملحدين في مدينة سيدني الأسترالية عام 2010، وقفت سيدة من بنغلاديش في 40 من العمر وتلقي كلمة، قالت نشأت في بيئة مسلمة وتعلمت القرآن والعربية لكن لا نفهم ما هو الموجود في هذا الكتاب، المعروف أنه خلق الله الكون وبعدها نسب إلى الجنة وهكذا.
لكن بعد مضي فترة حصلت على نسخة باللغة البنغولية أي لغة البلدها. القراءة القرآن من البداية إلى النهاية. بعد قراءة الكتاب وأنت أنهيته أعلنت إلحادي. لاحظ، لا تقرأ الفلسفة المهدية ولا قوانين العلم ولا فيزياء الكم ولا قوانين الطاقة واليورانيوم والعلم الأجنبي ولا، لأن رقد هذا الكتاب يعتمد على تفاسير عشوائية ويمين ويسار وكذا وكذا. عندما فهمته بشكل جيد، بينما قسم آخر لا يفهم لكن يؤمن به بأنه هذا كلام الله وسوف ينزل إلى الجنة والحوريات. الحوريات تجلب الكثير من الناس إلى الإيمان، كما هو في الغرب. يعني عندما الغرب تقول بأنه يحق لك تتزوج 4 نساء، كثيرون يتشجعون لدخول الإسلام من أجل الجنس. يعني لاحظ، فنبقى نحن في الموضوع الأساسي، وهو أن الديانات، يعني الدين، يأتي تفسيره وفق الظروف والمعطيات. كيف؟ وهذه هي المشكلة. لكن رجال الدين، هناك البعض من رجال الدين يعترفون بأن هناك أخطاء لغوية في القرآن لا شك. يعني تفضل أخ جان. طيب، في سؤال بصراحة ما بعرف أنا. الباسكال، بتعرف شو يعني الباسكال؟ باسكال على ما أعتقد هذا هو عالم فرنسي، يمكن من أحد في رواد عهد النهضة في فرنسا على ما أعتقد. يعني إذا كان يقصد فيه أو يقصد شيء آخر ما بعرف. في الأخ، بس دقيقة، الأخ أظن أزاد عم بيقول: ما هو ريهان باسكان وما تعليقكم عليه؟ مع الشكر الجزيل لك ولضيفك. بصراحة أخويا أزاد، أنا لا أعرف شيء عن هذا السؤال اللي طرحته. يعني أنا عذر جهلي، يعني أنا آسف إذا كنت جاهل بالموضوع. أنا يعني إذا كان يقصد هو باسكال، هو ريهان باسكال، حبذا لو أن يقوم بالشرح بشكل أوضح ربما نصل إلى الفكرة. إذا كان يقصد باسكال، على ما أظن باسكال هو أحد رواد عصر النهضة العلماء، ووضع أحد قوانين مثل قانون لافوازي في الكيمياء: المواد لا تدخل في التفاعل تساوي المواد تخرج من التفاعل. إذا كان يقصد، هو ربما يقصد على هذا العالم، وهو عالم فيزيائي على ما أعتقد فرنسي، إلا إذا كان يقصد بشيء آخر حبذا أن يبادر بالشرح بشكل أوضح. تفضل أخ جان. عفوا، الصوت لم يأتيني، الصوت انقطع. آسف أصدقائي، آسف، أنا نسيت الميوت وتميت عم بتكلم لأنه ماني شايف الشاشة. على كل حال، الأخ سام عم بيقول: هل ممكن أتصل صوتيا حتى أشرح باسكال؟ طبعا أنا راح أتصل فيك أخوي سام، بس راح أخذ سؤال من سريان وأرجع لك أتصل فيك حتى تشرح موضوع ريهان باسكال. طيب، الأخ سريان عم بيقول: سلام جان لك ولضيفك الكريم، وعود حميد. شكرا لك أخوي سريان. عم بيقول سؤالي: هل يؤمن الأستاذ فؤاد بوجود شخصية محمد وما روي عنه؟ هل يمكن الثقة بقصص المسلمين حول الأحاديث وما دار في مكة والمدينة مع كفار قريش؟ هل يمكن أخذهم على محمل الجد؟ وكيف ترى مستقبل المنطقة؟ لا شك، أنا شخصيا على ما أعتقد أن محمد شخصية ظهرت على مساحة التاريخ. هناك بعض وجهات النظر مثلا يقولون عن المسيح بأنه شخصية وهمية أو كذا، هذا وارد وتحدث، لكن أنا أعتقد بوجودهم كبشر أتوا ووضعوا فلسفة. لكن بالنسبة لمحمد في جزيرة العرب، طبعا ما قبل محمد قبيلة قريش كانت قبيلة تعمل في التجارة والأعمال والشعر والهجاء والمدح، هذا معروف، فكانت الحياة متطورة في جزيرة العرب ما قبل ظهور الإسلام. لكن ظهر الإسلام كما ذكرت من أحشاء الفلسفة المسيحية، وبتنقيح للمسيحية واليهودية وضع فلسفة جديدة، وهذا احتاج إلى زمن، واستخدم القوة لنشر الدعوة
لأنه من الصعب أن ينشر دعوته في حياة جزيرة العرب، حياة قاسية، وهناك قبيلة قريش التي تؤمن بالوثنية بالإضافة للمسيحيين واليهود. ولذلك حتى نرى بأن الغزوات، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة وغزوة، يعني الغزوات ما هي؟ الغزوات من غزو، غزو يعني معنى احتلال، لكن كان يقوم باسم نشر الإسلام. حتى ظهور المسلمين، دخولهم إلى بلاد الشام ومصر وأرض الرافدين، تم تدمير كثير من الكنائس والأديرة وكذا. بإمكان الإنسان يراجع صحيح مسلم وصحيح بخاري لكي يعرف يعني، لكن معظم التاريخ الإسلامي ينكر هذه الأمور، إلا الذين يتعمقون يقولون بأنهم قموا بالفتح، وليس فتح، هو غزو. حتى الغزوات يعني في جزيرة العرب، غزوة أحد، غزوة بدر ما زمان، بس لكن باسم نشر الإسلام. فشخصية محمد والمسيح هذا شخصية موضوع صحيحة أو فلسفة، وماتوا طبعا كبقية البشر يعني. تفضل أجل. أشكرك. أنا أظن في بس كلمة الغزو، هو الغزو هي من الغزي، يعني لما بغزي يغزوك بالسكين يخرج السكين، فالغزو هي الإغارة. أما الفتوحات طبعا هي احتلال أكيد بدون أدنى شك، ولكن الغزو هي إغارة والعودة، يعني يغزوك ينهبك ويعود إلى قبيلته إلى مكان قبيلتي. هذا يعني هذا الغزو أنا برأيي. طيب خليني أتصل بأخونا سام ونشوف رأيه وشو هو موضوع رهان باسكالي. طيب أتمنى من أخونا سام يكون ألو. تفضل سام، تفضل. تحياتي، يا ريت علي صوتك وتفضل فهمنا ما هو موضوع رهان باسكال. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح، تفضل. الحقيقة هو شيء بحييك على المجهود اللي عم تكون فيه يا أخي جان. تسلم يا طيب، تسلم. وبحيي الأستاذ فؤاد على المعلومات القيمة اللي عم يعطيني إياها، وبحيي كل الموجودين كمان. باختصار عزيزي جان، ريهان باسكال هو كالتالي باختصار، يعني انه باسكال كان يقول، يعني طبعا باسكال رغم انه كان عالم عظيم وفيلسوف، ولكن باختصار شديد انه اذا انت امنت فانت تتجنب عقاب الله، يعني ماذا تخسر لو امنت؟ يعني بالنهايه اذا مت يعني مثلا ما كان في جنه ولا كان في نار، فانت يعني ما بيصير معك شيء، يعني انت خلص ما خسرت شيء. بينما اذا كنت مثلا غير مؤمن فانت ستدفع الثمن. طبعا برأيي الشخصي هذا رهان بالحقيقه هو مضحك الى حد ما، لانه المعرفه التي يبنيها الانسان عبر حياته وحياته لها قيمه كبيره حقيقه، لا تتلخص بهذا الاسلوب في المحاكمات. يعني فاعتقد انه حتى رغم انه باسكال كان عالم عظيم، ولكن هذا الرهان هو يعتبر يعني فرضيه ساذجه جدا. هذا باختصار بالحقيقه بالنسبه لرهان باسكال، واتمنى انه يكون في مداخلات حسب وقتكم طبعا، يعني فلي ملاحظات كثيره حقيقه حول تعريف الالحاد، ولكن ممكن ان اتكلم في وقت اخر حتى ما اخذ وقتكم. تمام، اشكرك، اشكرك جزيل الشكر. على كل حال يعني من يوم الاثنين عندنا كل يوم حلقة، فأتمنى منك سام تشاركنا كل يوم، يعني يعني الباب مفتوح، والتعريف تعريفي أنا وأخوي فؤاد ليس التعريف الأخير، ونحن كل واحد طبعا يعرف بصفة الشخصية ولا يعمم على كل الملحدين، كل شخص له رأي. أنا بالحقيقة ليست لدي مشكلة في التعريف، لكن ما لاحظت أنه حتى في الموسوعات الغربية وحتى على الانترنت تعطى صورة مشوهة للإلحاد تماما. يعني مثلا يقولون الملحد ينكر أي قوة سوبرناتورية، يعني يقول في الحقيقة هو ينكر إله، والمفهوم الإله أنا برأيي الشخصي ليس له أي مصدر آخر غير المفهوم الديني. ولكن لو قلت مثلا أن القوى الأربعة في الطبيعة المعروفة حاليا المسيرة للطبيعة، لو أحببت أن تسميها إله مثلا، فهنا لن تكون لا أنا ولا أنت ملحد. هذه قوة هي التي تتحكم بما يعرف الكون مثلا. ولكن في قوة ما بنعرفها لسه، بس نتعرف عليها، مثل الطاقة السوداء، يعني ما الإنسان لسه لا يعرف عنها شيء، فهو غيبي، تتمز إله غيبي على كل حال. يعني هناك تشويه متعمد حقيقة لمفاهيم الإلحاد، ولهذا أعتقد
ربما هذه أخي جان في المستقبل تستحق حلقة بهذا. أكيد بكل تأكيد، وعلى فكرة هناك ملحدين يشوهون يعني الإلحاد للأسف الشديد يعني. للأسف. طيب أشكرك أخي سام، ونأخذ سؤال آخر من أسئلة الأصدقاء. سؤال من جيمي عم بيقول: إذا كان القرآن واحد ودقيق بالخط والمعنى، لماذا أحرق عثمان المصاحف وأبقى قرآنا واحدا؟ ثم ألم يكفل الله بحفظه حسب ادعائه؟ فهل حرق المصاحف عبارة عن حفظ يعني؟ يعني من خلال عفوا يعني من خلال حرق المصاحف ووضع مصحف جديد دليل على بأنه من عمل البشر، يعني شايف كيف؟ يعني الأمر واضح. بس لكن هنا عندما يبدأ الصراع على السلطة، لأنه بعد وفاة محمد بدأ الصراع على السلطة، فبدأ وبعد أتى علي بن أبي طالب وهناك الصراعات الحامية. فهنا عندما تم كما ذكرت الأسود جمعه وطليحة جمعه، لكن عثمان بن عفان شخصيته أقوى من الآخرين، كما أن محمد استطاع أن يفرض فلسفته على فلسفة أبو مسيلمة وأطلق عليه أبو مسيلمة الكذاب. فكذلك هناك قام بجمع القرآن وتلف البقية بأن هذا هو الذي نقلته من محمد وانتهى الموضوع. كذلك في المسيحية الأناجيل، المسيح لم يكتب الأناجيل، لكن الحواريين أو الرسل كتبت الكلام الذي قاله المسيح خوفا من الضياع حسب المصادر المسيحية. وبعد ذلك ظهرت كثير من الأناجيل، لكن تم الاتفاق من قبل الكنيسة على الأناجيل التي هي الأناجيل الأربعة: أنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا وأعمال الرسل، وهناك كلها جمعت باسم الإنجيل، وهذا الذي سائد حاليا عالميا. الأناجيل كتبت وبعضها تلفت، وليس كل كلام قاله المسيح كتب. حتى كذلك في الإسلام قد يكون ليس كل ما قاله محمد أو مع ورقة بن نوفل قام ورقة بن نوفل بتدوينه، قد يكون اختلف معه بينهما فيلسوفان فقال نضع هذا ونضع ذاك وهكذا. يعني خاصة الآيات القرآنية كانت تنزل بين الحين والآخر حسب التطورات السياسية والاجتماعية التي تجري في جزيرة العرب. عندما يسألون الشعب عن الزواج وكذا تأتي الآية، فنزلت الآية الكريمة وكذا وكذا، والنساء وكذا وكذا. ويعني لاحظ فالآيات تنزل وفق التطورات والأحداث التي تحصل. كيف يعني الفيلسوف يبني فلسفته استنادا لمتطلبات الواقع، لكن يرده إلى منشأ غيبي مطلق، فهناك لأن الناس مؤمنون. لكن هكذا يأتي، ولا شك بأنه هؤلاء أذكياء ورقب النوفل ومحمد، فلذلك الناس كانوا يسمعون إليهم وهكذا. تفضل أخ جان. أشكرك أخي فؤاد. في سؤال بصراحة من أخونا كافر وأفتخر، أشكرك وأحييك على افتخارك أخونا كافر، عم بيقول: هل قصة أصحاب الفيل موجودة في غير كتاب القرآن؟ قصة أصحاب الفيل هناك، أنا لست متأكد بالضبط، لكن هناك كثير من الأحداث والروايات التي ذكرها القرآن موجودة في المسيحية وخصوصا في اليهودية، لأن اليهودية ديانة توحيدية. اليهودية تلتقي مع الإسلام بأنهم المسيحية كذلك ديانة توحيدية، لكن الإيمان بالثالوث المقدس الأب والأم والروح القدس نقطة تعطي كأنه نوع من التعددية إلى حد ما. إذا قلنا يعني المسيحيين عندما يقولون المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد، لاحظ يعني هو التأكيد على الإله الواحد لكنه بثلاث أقانيم، لاحظ يعني فيقولون بأن الله بإمكانه أن يظهر بعدة أشكال، فظهر ثلاث أقانيم بإله واحد يعني. فلذلك فكما ذكرت هناك كثير من الأحداث في القرآن تعود، إذا راجعنا التوراة أو العهد القديم نرى هناك قصص متشابهة جداً. وإذا تعمقنا في الدين في اليهودية أو في المسيحية أو في الإسلام هناك تناقضات، يعني هناك أمور كثير متناقضة حتى تختلف في تفسيرها ومظاهرها وأوضاعها، عايز كيف؟ بس لكن عامة الناس لا تستطيع أن ترى إلا من يتعمق فيه، عايز كيف؟ فلذلك هناك كثير من الناس يسيرون نحو خط الإلحاد عندما يرون التناقضات في الدين، يعني كيف كلام الله وفيه تناقض أو في أخطاء لغوية، يقارن بعلم اللغة العربية يختلف، إذا كيف هذا أتى من هذا الإله؟ إذا هذا منشأ أرضي لا شك، يعني لاحظ الأمور تبدو واضحة. يعني كثير من الملحدين عندما يأتون من الإيمان الأعمى أو الإيمان القوي إلى الإلحاد
عندما يتعمقون يرون هذه الأخطاء والكذا، إذن هذا لا يمكن أن ينشأ من شيء إله غيبي، إذن لا يوجد هالشيء وينتقلون إلى الإلحاد. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. في عندي الأخ كافر وأفتخر بصراحة، يعني طرح فكرة يعني ليست غائبة عني، عم بيقول لدي اقتراح، لماذا لا تدعون الله إلى هذا البرنامج؟ ومن قال لك أنا لم أدعوه إلى هذا البرنامج أخوي كافر؟ يعني بصراحة أنا دعيته وهو يعني رفض الدعوة. أنا بعثت له تكست مسج بالتليفوني ورفض الدعوة، قال لي أنت جان برا بدك تفضحني، يعني بدك تعريني كما عريت الدلوع اللي يسوع الدلوع من قبلي. فرفض رفضا تاما، وقلت له إذا رفضت وما جيت معناته سأعتبرك غياب. قال سجلني غياب، فأنا مسجله غياب دائم يعني، فلذلك نحن مستغنين عن خدماته. ما رأيك أخوي فؤاد؟ يعني هو يعني لاحظ، هو كما ذكرت يعني في آخر مطاف تبقى قضية الإلحاد والإيمان قضية اعتقاد شخصي، يعني وناس يؤمنون وناس لا يؤمنون، يعني كيف. بس ذكرتها سابقا، إحدى الفلسفتين أو النظريتين ستكون صحيحة، لكن الجانب الإيماني المؤمنين لا يوجد لديهم أي براهين، والإله الذين يتحدثون عنه ويصلون عليه لم يظهر لأحد. يعني هنا هذه هي النقطة، يعني فإذا لم يظهر ولم هذا ولم نسمع عنه ولم نراه ولم، يعني كيف سوف نستطيع أن نؤمن بشيء لم نراه؟ يعني إذا كانت القضية قضية غير صحيحة، نقول بأن الله قضية افتراضية، يعني قضية افتراض، يعني كما أحيانا في الرياضيات وفي العلوم نفترض مثلا الثقوب السوداء قد يكون هناك حركات تختلف عن قوانين الفيزياء الكم مثلا، فرضا مثلا نحن لم نكتشف لا نعرف ما هي الثقوب السوداء، فإذا لا غير موجود الإله قبل قضية افتراضية، لأنه يعني يعني عدم وجوده عدم ظهوره عدم كذا، يعني لماذا يضع البشرية في حالة جدل وشك؟ يعني إذا كان موجود يجب أن يظهر بهذه القوة الخارقة وينهي الجدل، يعني ينهي الجدل العقائدي، لكن هي وجهة نظر فلسفية أنا بعتبر كما هو الإلحاد وكما هو بقية المبادئ. يعني تفضل أخ جان. أخي فؤاد أشكرك جزيل الشكر. رح نأخذ سؤال أخير ونختم الحلقة. الأخ كيمو عم بيقول أخي جان أريد أن أعرف هل قصة موسى حقيقية وفعلا شق البحر، وهل لها دلائل تاريخية؟ لا حتما، انشقاق البحر غير وارد، لا يمكن، علميا مرفوضة، لكن هناك بعض رجال الدين لاحظ يحاولون تطابق العلم مع الدين، فيقولون بأن النبي موسى عبر البحر الأحمر إلى صحراء سيناء في استنادا إلى حالة المد والجسر التي تحصل في شواطئ البحار، يعني لاحظ يعني هذا لاحظ، وهنا الخطورة أن رجال الدين يتبعون الأسلوب العلمي للتبرير، لأن العلم حقيقة مطلقة لا يمكن أحد يتجاهلها، وأن المد والجسر، فعندما حصل الجسر عبر وبعدها أصبح المد، فجيش فرعون غرق في البحر. لاحظ لاحظ كيف التفسير العقل البشري كيف يفكر، يعني فهو مروره، وهذا طبعا هذه كلها يعني مبالغات لا يمكن أن يحصل. لاحظ كيف، لكن أن يقول فراره من مصر طبعا موجود، وهو إنسان ظهر ووضع فلسفته، بس لكن طبعا لا يمكن أن يكون انشقاق البحر أو عبوره ودخله وكذا، هذا لا يمكن علميا، لا يمكن أن يحصل، يعني كما هو بالملاحظة، يعني هلا قول القزح يتألف من 7 ألوان، هناك الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ليس لها لون معين، فيقولون بأن هذه الألوان الجن هو مرتبط بهذا المكان. لاحظ يعني شيء يدعو للضحك، يعني حبذا يعني على الأقل يقول الإنسان يجب أن تتكلم بالمنطق، يأخذ العلم والقوانين هذا. وطبعا الجن كان يفسر بغير طريقة، لكن عندما ظهر القول قزح كان الله أعلم، لكن الآن لا، أتوا بتفسير بأن الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء هذا هو الجن، لا يراه أحد وكذا، إذا هذا هو الجن، لكن إذا موجود، إذا محمد تحدث قبل 1500 عام عن الجن، فإذا هو يعرف بكل الأمور وهو يعرف كل شيء بهذا الكتاب في جزيرة العرب. يعني كيف الأساليب يتبعها بعض الناس، بعض رجال الدين أو هذول يجلب الناس على، وهناك يقفون، ويعني حتى في الدول الإسلامية نرى هناك يقفون ويتحدثون على الملحدين وغيرهم، لكن لا يسمحون لأي ملحد أن يأتي إلى
مكة أو إلى جامع الأزهر ويتحدث علنا يعني، وإنما يقتل أو لا يقتل على الهواء بعد خروجه من كما يتعرض. يعني هلا هناك كثير من الملحدين حتى هنا الآن نتحدث معهم أسماء حركية، أسماء غير صحيحة، ولا يظهرون صورهم ويستخدمون صور أخرى خوفا من القتل والإهانات والشتائم، وهو هو عبارة عن مجرد مبدأ يعني. أناس لا يؤمنون، ما هي المشكلة يعني؟ لاحظ كيف، فلاحظ الاضطهاد، يتحدثون شرقا وغربا ويفسرون بأن العلم يطابق الدين وأن النبي محمد يعرف قبل 1500 سنة، وهذا قوس قزح يثبت على أنه هذا، وهو تحدث بالزراد وبعلم الأجنة و و و ودون أي إنسان يجابه ويثبت بطلان هذا الكلام الذي يقوله، كما هذا يقول بأن الجن هو ألوان قوس القزح. يعني هذا الشيء يدعو إلى الضحك، لكن البسطاء، لاحظ بأن النبي محمد تحدث وقوس القزح العلم يثبت هالشيء، ورب يزيدني في الإيمان ورب يزيدني علما وهكذا دواليك، ويدخلون في دين الله أفواجا وهكذا، يعني أمر يدعو للضحك للأسف يعني. تفضل أخ جان. للأسف الشديد أنا أشكرك أخوي فؤاد وأشكر كل الأصدقاء على المتابعة. أخوي فؤاد الحلقة القادمة شو عنا؟ الحلقة القادمة سوف نتحدث بشكل عام، وهذا الموضوع المقبل يفيد بالنسبة للأخوة المؤمنين، هو أسس الفلسفة المثالية ونظرية الخلق الدينية، سوف نتحدث بشكل أوضح ونفسر كيف ينظر هؤلاء الفلاسفة. وكلمة أخيرة بالمناسبة، العالم هو بشكل عام دائما يكون متعدد العقائد والتيارات السياسية والفلسفية، فلا يمكن أن يكون العالم ككل ذات مبدأ واحد، لا يمكن أن يكون العالم إلحادي أو مسيحي أو إسلامي. لماذا؟ الاستناد إلى قانون صراع الأضداد في الفلسفة، دائما يوجد الشيء ونقيضه في الصراع في الطبيعة وفي المجتمع وهذا، فلذلك البشرية تبقى في تعدد العقائد والصراعات. حتى ضمن العقيدة الواحدة ينشأ التعدد في الصراع بسبب التحيز، لأن الإنسان متحيز. يعني مثلا الدولة الإسلامية عندما انتشرت ووصلت إلى الأندلس، سرعان ما انفصلت أو استقلت الدولة الإسلامية في الأندلس عن الدولة الأموية في دمشق. الاثنان مسلمون لكن بسبب التباعد نشأت دولتان، شايف كيف، منفصلتان. كذلك الأمر مثلا الدول الاشتراكية، عندما نشأت منتشرة الاشتراكية في العالم بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي سابقا، وصلت إلى حد المجابهة العسكرية بالرغم من أن الدولتان تؤمنان بالاشتراكية. يعني مقصد الكلام بأن العالم هو متعدد العقائد والمبادئ، لا يمكن أن يكون كعالم واحد مبدأ واحد، من الصعب. وسئل هذا السؤال لأحد الفلاسفة الملحدين، لنفرض إذا انتشر الإلحاد أو طغى النسبة الأكبر من العالم بين 90% ملحدين، إذا ماذا سيحصل للبشرية؟ يعني هل يترى الملحدين يدخلون في صراع ما بينهم البعض؟ طبعا عندما ينتشر الإلحاد بشكل أكثر يبدأ الصراع، لكن يأخذ صراع إيجابي لأنهم ملحدين لكن يتسابقون في التطور العلمي والتكنولوجي والمعيشي وهكذا. بينما إذا هناك صراعات عقائدية مختلفة تؤدي، فمثلا دول إسلامية بدأت تنتقل إلى التقدم العلمي والتكنولوجي تدخل في صراع ما بينها البعض، وهذا يؤدي إلى الضياع أكثر فأكثر. فلذلك الدين ظاهرة يعني غيبية، فلذلك تبقى في صراع من أجل إله، وهذا الإله لم يظهر لأحد، مجرد إيمان. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد جزيل الشكر، وأعتذر لأصدقائي لكل الأصدقاء اللي طرحوا أسئلة وما تم وقت حتى نجيبهم. أنا موشان هو الوقت مفتوح بصراحة، ولكن لا أحبذ لإطالة الحلقة أكثر من ساعة ونص، لأنه يعني المتابع والتسجيل راح يكون يمل، فهذا مو يعني أنا أحاول قدر الإمكان نطول الحلقة، بس أكثر من ساعة ونص بصراحة يعني الحلقة بصير مملة، وكثير أصدقاء طبعا قالوا لي قصر الحلقات حتى في نص ساعة يعني، ونص ساعة لا تكفي بصراحة، يعني ساعة ونص ما عم تكفي، فكيف نص ساعة. على كل حال أنا أشكر كل الأصدقاء اللي طرحوا الأسئلة، وأتمنى طرح الأسئلة في الحلقات القادمة. طبعا بكرة عندي عطلة، يوم الاثنين راح نبدأ الساعة 7:30 بتوقيت لندن، دائما حلقة جديدة والناسخ والمنسوخ في القرآن مع أخونا أبو الحكم. انتظرونا أصدقائي، وأشكركم وأشكر أخوي فؤاد طبعا، وأتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير حتى يصل صوتنا لأخوتنا وأهالينا المسلمين. أشكركم أصدقائي، وأشكرك أخوي فؤاد. أشكرك. العفو أخ جان، وتحية لجميع المشاهدين والمشاهدات.
وإلى اللقاء. أشكرك. إلى اللقاء. إلى اللقاء أصدقائي. أشكركم.